الفخري، لأن هذا الحفل ديال المغاربة كامل مسؤولين. بسم الله الرحمن الرحيم، معك الأستاذ حسن بويهي، أصغر متطوع في المسيرة الخضراء. نبداو من التطوع أو نبداو حياتي الشخصية. بالنسبة للمسيرة كانت فارق ديال الوعي ديالي، فارق ديال أنني استطعت أنني نكون واحد شخصية أخرى. ملي كانت عندي 15 سنة مشيت على أساس أنني نحرق، نمشي للخارج، نمشي للسباليون، الجزر الكناري، هذا هو اللي كان عندي الطموح ديالي، هذا هو الحدود ديالي. ولكن ملي شدونا البحرية الملكية وفي عرض البحر ردونا للطرفايه ودونا للجدرميه، قالوا لنا منين جيتوا كيفاش وصلتوا لنا؟ قلت لهم اودي راه كنا ثلاثه، قالوا لنا، قلنا لهم اودي راه حنا كنا جايين مع المسيره الخضراء من الدار البيضاء، داونا الكرون ديال المسيره ديال الدار البيضاء، وتما خدينا التجربه ديال المسيره وجينا، جينا ما بقاش الطموح ديالي هو الحرق، لا، الطموح ديالي هو الكون نفسي والقرا، خديت البكالوريا، خديت لا ليسونس، الدراسات العليا الان كنبريبارو الدكتوراه ديالنا ان شاء الله، وهنا دليل على ان المسيره هي تاريخ. دخلنا ليه المغفور له الحسن الثاني من بابه الواسع، وهنا كنترحموا عليه الله يرحمه. وباقي لنا واحد القسم ديال المسيره كنوجهوه للتلمدات. دابا كان عندنا واحد المهرجان ديال المسيره الخضراء والاستقلال، دوزنا على جميع المدارس في المديريه الاقليميه ديال الحي الحسني، درنا انشطه داخل المؤسسات التعليميه، واللي منها كنتوجوا اليوم الاخير، واليوم الكبير هو هذا اليوم اللي كنحتفلوا به وكنقدموا الجوائز للتلمدات واللي كانوا في على المستوى الثقافي. هذا هو الشغل ديالنا من المديريه. كنشكر المديريه ديالنا ديال التعليم، وكنشكر الاكاديميه، كنشكر السلطات ديالنا، كنشكر السلطات المحليه وجميع من تعاون معنا في انجاح هذه التظاهره الثقافيه التاريخيه الوطنيه. وشكرا للمنبر ديال هذه الجريده اللي هي اللسان الحقيقي ديال الواقع اللي كيعيشوا. والسي اللي كنعرفوا فيه هو السي الصحفي ديالنا الكبير اللي يوسف كنشكر هذا المنبر ديال الجريده ديالنا اللي هي واقعيه في الحقيقه، وكتبع جميع الاحداث الوطنيه والدوليه من الحي الحسني، لان هي اللسان ديال الحي الحسني. كنشكر الصحفي ديالنا السي يوسف اللي كنقول له انا عرق راقي، لانه شريف هذاك السيد صادق في الوطنيه ديالو. وشكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.